سيادة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. سيادة العميد، أولا برحب بيك وعلى التنظيم والاتفاق بهذا الشكل الرائع ما بين مسؤولي الأهلي واتحاد كرة القدم، وخلال الأيام القليلة الماضية أعلنتوا عن تفاصيل كثيرة تتعلق بهذا الشكل لتسليم الأهلي درع الدوري، فألف مليون مبروك. طبعا مبروك للنادي الأهلي ومبروك لجمهوره العظيم ومبروك لأعضاء الجمعية العمومية، مبروك لعائلة الأهلي كلها. طبعا زي ما يعني كابتن خطيب قال وزي ما احنا كلنا بنتمنى، يعني كنا نتمنى اللي يبقى تسليم الدوري بشكل رسمي في استاد القاهره او في الملعب نفسه في وسط جماهيرنا وفي وسط الجمهور الكبير، بس الحمد لله ان شاء الله السنه الجايه باذن الله هيبقى الدوري اهلاوي وان شاء الله يتسلم زي ما اتفقنا، وتبقى الناس هتنفذ وعودها ان شاء الله في وسط الجماهير باذن الله. تعرف يعني احنا فرحانين بس برضو صح يعني لازم انت تبقى عايز الحقيقه ان انت بتسلم الدوري بتاعك في وسط الحدث نفسه، فان شاء الله ربنا يكرم باذن الله. وانا مش هقول بشكر طبعا شركه برزنتيشن المنظمه، وبشكر اتحاد الكوره المهندس هاني ابو ريده اللي هو كان حريص جدا بقاله فتره كبيره اللي هو يسلم الدوري بشكل رسمي للنادي الاهلي. احنا النهارده استلمنا الدوري بشكل رسمي، بنوعد جمهورنا اللي في احتفاليه كبيره جدا قريب هيبقى فيها احتفال بكافه الانتصارات الفتره اللي فاتت. طبعا ما ينفعش زي ما الكابتن قال، ما ينفعش احنا اتعلمنا كده وترمينا كده في النادي الاهلي، هي اجيال بتسلم بعضيها، ما ينفعش انكر مجهود المجلس اللي فات، فبنشكره طبعا على المجهود، وان شاء الله باذن الله احنا الفتره اللي جايه هنكملها ومصممين ان احنا نكملها رغم كل الصعاب اللي انت شايفينها، بس احنا قادرين لان الناس انا عارف كويس قوي الناس الواعيه لو بتقدر النادي الاهلي قد ايه، واحنا بنشتغل بمنتهى الشفافيه وما عندناش حاجه باذن الله غير تارجت واحد بس او هدف واحد، افريقيا وكاس العالم ان شاء الله. بالتاكيد. طيب المجلس كان قرر بالفعل خلال الايام القليله الماضيه تنظيم احتفاليه لفريق الكره وايضا الالعاب الاخرى التي حققت نجاحات، متى سيتم تجهيز لهذه الاحتفاليه والتنسيق؟ لان عارف تحتفل بفريق واحد، فريق واحد بتحتفل بفرق كثيره وحققت بطولات عديده خلال الموسم الماضي. طبعا ان شاء الله باذن الله هنعلن قريب خلال الفتره اللي جايه، بس بنشوف الارتباطات كلها وخصوصا ان احنا عندنا مجموعه كبيره من لاعبتنا مشاركه في كاس العالم فمش موجوده، فان شاء الله ولما كل الفرق تستكمل باذن الله، لان انت عندك في كره القدم المنتخب عندك مجموعه كبيره من اللعيبه، الكره الطايره نفس القصه، كره اليد نفس الموضوع، فانت عندك ارتباطات، اول لما هتكتمل باذن الله وفتره العيد تخلص ان شاء الله على خير وكاس العالم هنعلن عن احتفاليه كبيره جدا باذن الله هتسعد جماهير النادي الاهلي وهتسعد اعضاء الجمعيه العموميه بتاعته ان شاء الله. كلمة الكابتن محمود الخطيب كانت مؤثرة بشكل كبير جدا لكل المنظومة الأهلوية على مستقبل النادي وفريق كرة القدم والتطلعات خلال الفترة القادمة يا كابتن مرجان. يمكن احنا نجاحنا كان ليه سر واحد محدش عارفه اللي هي وحدتنا في قوتنا، واحنا دايما بنقولها عائلة النادي الأهلي واحدة واحدة، مفيش حد يقدر يخترق صفوف النادي الأهلي، محدش يقدر يعمل فتنة أو واقعة بين النادي الأهلي وأعضاء جمعية عمومية وجماهيره، واحنا كلنا منظومة واحدة من 1907 ومصممين ومكملين على كده، لأن مفيش حد يخترقها تاني زي ما هو قال، وإن شاء الله بإذن الفرحة اللي جاية هتبقى كبيرة قوي بعودة الجماهير وهتبقى كبيرة في جميع الألعاب الرياضية بإذن الله. معاني مهمة ورسائل واضحة، شكرا جدا سيادة العميد. أنا أخليك إن شاء الله، ربنا يخليك وألف مبروك. ألف مليون مبروك. شكرا جدا سيادة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وعودة من جديد إلى الاستوديو بعد هذه الاحتفالية الرائعة وفوز الأهلي ببطولة الدوري وتسليمه بشكل رسمي النجم الرابع 40 بطولة دوري.